عدد التجمعات التي لم تغب كثيراً أصلاً عن شوارع تونس تتشكل. يقال إن ديسمبر ويناير في العادة موسم التظاهرات منذ السبعينيات. ثار الياسمين ثورته منذ سنوات عشر، واليوم تدور الدائرة مرة أخرى. تظاهرات واحتجاجات تفجرت منذ أيام في تونس وانتشرت في عدة مدن من بينها العاصمة، من بينها الحبيب بورقيبة أشهر شوارعها. هل هي ثورة جديدة؟ ثورة تصحيح مسار؟ انتفاضة جياع؟ أم مجرد محاولة تخريبية مدفوعة ممنهجة تضيف تعثراً أكبر على مشهد متعثر أصلاً سياسياً واقتصادياً؟ ما الذي يحمله حراك الشارع في تونس من دلالات هذه المرة؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي المعتادة. على الهاتف 00442038752989، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحة الشخصية على تويتر @mabdelhamidbbc. الآراء التي جاءتنا اليوم أونلاين ربما هي بالتأكيد جزء من الخلاف الدائر ما بين الكثير من المتابعين للشأن التونسي وحتى التونسيين أنفسهم فيما يتعلق بتسمية وتوصيف ما يحدث حاليا في تونس. احتجاجات هي أم ثورة جديدة أم ثورة تصحيح مسار أم ماذا؟ مايكل صفوت مثلا يقول لنا: تونس اختارت طريق إصلاح الوعي الجمعي بالتجربة والخطأ، وزي ما المستقبل إن شاء الله حيكون مشرق لو استحملوا الحاضر، والمستقبل القريب محكوم عليه باختيارات فاشلة من تجار الدين والشعارات كما يقول. الكاتب ياسر أزعترة يغرد قائلا: يساريون فاشلون في الانتخابات، يشاركون في احتجاجات فوضوية في تونس، ويرفعون شعار الشعب يريد إسقاط النظام. أي نظام يريدون إسقاطه؟ وجهات نظر مختلفة سنحاول أن نتوقف عليها ونعرض أهم ما يأتي فيها تحديدا، وما تصنيفكم أنتم أيضا لما يدور الآن في الشارع في تونس، خاصة أنه مصاحب بالكثير من التطورات السياسية. بداية دعوني أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من تونس العاصمة، السيد وديع أجلاصي، الناشط في المجتمع المدني وأحد الذين شاركوا في ثورة الياسمين قبل 10 سنوات، ومشارك أيضا في الاحتجاجات الأخيرة. سيد وديع، أهلا بحضرتك. لماذا تعود للشارع مرة أخرى؟ أهلين بك وبكل مشاهدين قناة البي بي سي. سيد وديع، أهلا بحضرتك، وأعتذر أنا واضح أن هناك تأخر في الصوت. سؤالي لك: لماذا تعود الآن إلى الشارع مرة أخرى؟ أعود إلى الشارع مرة أخرى على خاطر 10 سنوات بعد ثورة 14 جانفي في كل المطالب وكل الشعارات اللي طلبناهم وكل اللي نزلنا عليه للشارع وعبرنا عليه من كل قلوبنا لم يتحقق منه ولا شيء، بالعكس زادنا فقر والتهميش والجوع والفساد والسرقة، وألغيت كل الشعارات وكل مطالب الشعب وكل مطالب التونسيين التي كانوا يطلبونها والتي كانوا يحلمون بها، والتي كانوا يحلمون بأن تكون تونس يوم غد يوم الأفضل، تكون معناتها الناس كل يد واحدة، تكون الناس معناتها تخدم تونس بقلب ورب، تخدم البلاد معناتها بدون سرقة، بدون لا نهب، لا بدون ضغط على الشعب التونسي. فهذا فإذا به احنا توا رجعنا على خاطر قاعدين نشوفوا في غلاء المعيشة أول حاجة قاعد يزيد، قاعدين نشوفوا في الوضع السياسي لم يعد وضع سياسي بل أصبح وضع سرقة وفساد، كله سرقة وفساد وكله وعود كاذبة حتى للشعب التونسي والأحياء الفقيرة والأحياء المهمشة وكل ولايات تونس. أصبح كذلك الصحاب شهاد المعطلين العمل ولم يتحسن أوضاعهم بتاتا بعد 10 سنوات ولم يتح لهم الفرصة. أصبحت كل الظروف سيئة جدا من بعد ثورة 14 جانفي. هل تعتقد أن الزخم الذي كان موجودا وقتها ما زال موجود في الشارع الآن يا سيد وديع، بحيث أن هذه الموجة ربما
تكون موجة جديدة أو عودة لما حدث منذ 10 سنوات؟ لأن ببساطة كثيرون يقولوا أن لدينا بعض الأشياء تحققت، مثل مناخ الحريات مثلا تحسن كثيرا في تونس، ربما الوضع الاقتصادي سيء وده حال الكثير من البلاد الآن وليس تونس فقط، لكن الأمر يحتاج إلى وقت للتخلص من إرث سنوات طويلة ربما وليس في 10 سنوات فقط. هو الوضع حاليا تحققت بعد 10 سنوات الحرية، حرية التعبير. صحيح تحقق حرية التعبير، ممكن للشعب التونسي أن يعبر، ولكن حرية التعبير عندما يقولون حرية التعبير يعني لديك الحرية أن تهبط معناتها كيف ما نقولوا احنا هبطنا في النار. احنا على فكرة ضد اللي صار من احتجاجات ليليا في التكسير والتخريب والسرقة والتهميش، احنا ضد هذا كله. وحرية التعبير التي يقولون عنها تحققت، يعني احنا نزلنا في الشارع 14 جون في شارع الثورة ولم يتحقق حرية التعبير، فلذا به نشوفه معناتها وقت هبطنا في مسيرات سلمية، نشوفه في الغاز موجود، الكريموجين موجود، نشوفه في الضغوطات الأمنية موجودة، نشوفه في الضرب حضرتك موجود. حضرتك مازال بتقول اللي انه توجد في 14 جون في مازال موجود حاليا. حضرتك بتقول ان انت ضد التكسير والتخريب، لكن للأسف بالنسبة لكثيرين ما يدور على الأرض الآن هو فقط تكسير وتخريب. وزير الدفاع يقول ان ما يتم هو عمليات شغب ونهب، وحتى أشار الى ان ربما عناصر إرهابية موجودة وسط من يخرج الآن الى الشارع في تونس، ليس كما حدث في ثورة الياسمين. احنا انا ضد، وكل اللي ثاروا في ثورة 14 جانفي ولحد الان ضد، وكل التونسيين الموجودين حاليا في المسيرات السلمية كلهم يطالبون ما يعبرون في شعاراتهم شغل حرية كرامة وطنية، الغلاء المعيشة، اسقاط النظام، ابعاد الفساد. واحنا معناتها عاوزين ان يولي نظام رئاسي، مستعدين كل الشعب التونسي حسب الاراء وحسب ما حكيت مع عديد الناس، ان احنا ما عادش حاشتنا بالاحزاب، على خاطر الاحزاب معناتها توا قاعده تسرق وقاعده تنهب وقاعده معناتها مش لاهيه بالشعب التونسي. الكراسي اللي حطوهم الشعب التونسي وانتخبوهم فيهم الشعب التونسي حاشتهم انهم يحققوا لهم مطالبهم، انهم يوفروا لهم مطالبهم كما جاء وعدونا في الانتخابات، انهم يحققوا الحاجه الباهيه، الصوره الباهيه لتونس. بس احنا ضد الاحتجاجات. نظام رئاسي يا استاذ وديع ربما يقودك لنظام دكتاتوري مره اخرى، يعني احيانا كثيره يبدا النظام الرئاسي بدايه جيده وما هي الا سنوات حتى يحلو الكرسي كثيرا ويتحول لنظام دكتاتوري، ربما قد يخالف كثيرون ان ما تحتاجه تونس الان هو نظام رئاسي صرف. عموما سأعود إلى هذه النقطة وما الذي يريده المتظاهرون الآن على وجه التحديد، لكن اسمح لي أتحول لمحمد هو على الهاتف وأريد أن أعرف وجهة نظره. يا محمد أهلا وسهلا، أولا كيف ترى التظاهرات هذه المرة، المطالب التي خرجت من أجلها والطريقة التي خرجت بها أيضا؟ أهلا بك أخي محمد عبد الحميد، وتحية لك وتحية لكل مستمعي قناة ومشاهدي قناة البي بي سي عربك. ما أريد أن أقوله، التظاهرات هي في الأصل بدأت تظاهرات ليلية، وكل الشعب التونسي يعي أن كل التظاهرات الليلية هي تظاهرات سرقة ونهب للأملاك الخاصة والأملاك العامة، وبالتالي من يريد أن يتظاهر يتظاهر في وضح النهار، والقانون والدستور يكفل له حق التظاهر. وبالتالي ما شاهدناه في البداية من تظاهرات هي فوضى وليست تظاهرات مطلبية حقوقية. وفي المرحلة الثانية التظاهرات شاهدنا بعض التظاهرات تمت في النهار وكانت مدعومة من بعض السياسيين، وأقصد بالذكر اليسار. اليسار لم يتمكن من الوصول إلى قبة البرلمان عن طريق صناديق الاقتراع، فبدأ يحرك الشارع المواطنين للنزول إلى الشارع والتعبير عن مواقفهم، وما لم يستطع الوصول إليه عبر صناديق الاقتراع يريد الوصول إليه عبر التظاهرات. والوضع الكارثي والاقتصادي هذا لا ينكره
أي مواطن تونسي هو سببه من بين الأسباب. يعني هنالك لم يكن هناك استقرار حكومي طيلة العشر سنوات تقريبا. في عشر سنوات شهدنا حوالي 11 حكومة تشكلت، وعدم الاستقرار الحكومي أنا في تقديري الشخصي الحزب تم انتخابه وشكل حكومة فليتركه الشعب يعمل لمدة 5 سنوات، وبانتهاء ال5 سنوات الشعب يحكم عليه أو إليه في الانتخابات إذا كان القادمة. يعني الجميع طبعا يدين العنف، واضح من حديث حضرتك وحديث ضيفي نعم. السيد وديع وأغلب من يتابع المشهد الآن، الجميع ضد فكرة التخريب وما تم في بعض المظاهرات الليلية، لكن بالمقابل البعض يرى أن المواطن التونسي لا يملك الآن سوى ورقة التظاهر. هذه 10 سنوات قد تبدو رقم قصير ربما، لكن 10 سنوات من أضعاف المعاناة التي كانت قبل قيام الثورة. هل هذا منطقي أن الحكومات المتعاقبة لم تستطيع أن تحقق أي من مطالب التونسيين، ولا أنت شايف أن بعض من المطالب تحقق؟ أنا أشاطرك الرأي في بعض ما قلته، لكن لو أردنا أن نقيم التقييم الصحيح، المواطن وخاصة موظفي الدولة مطلوب منهم العمل والإنتاج. يعني لدينا هنالك مثل تونسي يقال الجمل ما يشوفش عوج كرومته، يعني الجمل لا يرى عوجاج رقبته. المواطن هو طرف في تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة موظفي الدولة، وموظفي الدولة لا يعملون ولا ينتجون وهم مدعمون من طرف النقابات. الاتحاد العام التونسي للشغل يعني هو طرف أنا أعتبره في سبب الكافة الاقتصادية والاجتماعية. يعني سريعا جدا، أنت ضد فكرة التظاهر الآن بالمجمل حتى وإن كانت تظاهرات سلمية؟ يعني من الأولى ترك الحكومة تعمل، ولا التظاهر ممكن إذا كان سلمي؟ سريعا بس. والمواطن يعمل بجد وبإخلاص وينتج. المواطن الإنسان الآن في تونس وخاصة الموظف في الدولة لا يعملون، والاتحاد العام التونسي للشغل لا يريد أن يفرط في القطاع العام. يعني هو منظومة شاملة كما أفهم منك، والأولى هو إعطاء الحكومة فرصة وكذلك أن يبذل المواطن ما عليه أو مسؤوليته. قبل أن نعود لضيفي السيد وديع الضاوي معي من تطاوين على وجه التحديد، أريد أن أسمع وجهة نظره أيضا. ضاوي اتفضل. مرحبا بك الضاوي موسى. أهلا وسهلا، أهلا بك، تفضل. أهلا بك، تفضل. نعم أنا أيضا أنا لا يمكن أن نرفض، لا يمكن إلا أن نساند كل التحركات التي يقوم بها الشباب من أجل البحث عن الشغل وعن الكرامة وعن الحرية، هذا لا يختلف فيه اثنان. ولكن هذه التظاهرات الآن التي رأيناها والتي ابتدأت ليلا يعني لم تسلم من كثير من التخريب، لم تسلم من الاعتداء على الأرزاق. والعنصر الثاني المهم جدا هو مشاركة أطفال، يعني قصر في هذه الحركة. يعني كيف يمكن أن نفهم بأن هؤلاء الأطفال يريدون التشغيل أو يريدون الكرامة أو يريدون، يعني هناك فيما أعتقد ما يمكن أن يشتبه في أنه تحرك يعني مدفوع من قبل بعض الجهات، ولا سيما اليسار. ومع اليسار أيضا ما يسمى ب يمكن أن نطلق عليها جيوبغدة، يعني نظام القديم نظام القديم الموجود الذي يريد أن يتشبث بالحكم مرة أخرى. طيب الفكرة واضحة ضاوي، أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. سيد وديع، ربما لدينا نقاط كثيرة سواء طرحها محمد أو طرحها الضاوي، أغلبها ضد فكرة التظاهر والأسباب مختلفة. إما لدينا اتهام باستغلال سياسي، اتهام مباشر لليسار، اتهام بالتخريب، والبعض قال من الأولى الآن أن يعطى الساسة فرصة أو الحكومة الحالية فرصة لكي تؤدي ثم يتم تقييمها، والمواطن نفسه يعمل اللي عليه. هو والله أنا معناتها في النقاط هذيا حبيت نقول حاجة، أنه نقطة أن اللي هبطنا عليه في النهار معناتها مش في الليل ماهوش من اطراف سياسيه او حزب يساري او اي شيء، معناتها فما ناس موجوده من حزب اليسار، مش ما فماش،
أما معناتها كمواطنين كشعب تونس، هم مواطنين تونسيين عندهم الحق أنهم يتكلموا على بلادهم، عندهم الحق يدافعوا على حرياتهم، عندهم الحق يدافعوا على المجاعة اللي هي فيها، على السرقة اللي موجودة والمنهوبة في تونس. يعني احنا اللي هبطنا في المسيرة السلمية والشعارات اللي تعديوا الأيامات هذوما ما هبطناش في النار، ما هبطناش احنا راهو كأحزاب سياسية. احنا فضلنا أنه ما يكونش موجود معنا أحزاب سياسية في المسيرات هذوما. حتى اليوم السبت اللي ريناه في باردو معناتها كانت كتلة من الشباب اللي معناتها سواء معناتها كبار ولا صغار هبطوا يد واحدة كما هبطنا نهار 14 جانفي. صحيح هو ما كانش كما نهار 14 جانفي، أما بس معناتها ماناش هبطنا سياسيا أو مطالب سياسيا، أنا هبطنا مطالب شعبية وكمواطنين معناتها التوانسة اللي عادين عليه 10 سنين بعد ثورة 14 جانفي، وأنه ما تحقق منه ولو شيء ولو حتى وعود سياسية وعدوهان. أنا قلت من الأول أنه وعود سياسية، وأنا قلت من الأول معناتها إذا كان فاض البركان، إذا كان فاض البركان المرة الأولى فيا ويل إذا فاضت البراكين كلها. معناتها إذا كان فاضت البراكين أنا كلها أعرف للشعب رأي التونسي في يعني في أنا في السجال الموجود دلوقتي أيضا، يعني بالتزامن مع التظاهرات تابعنا الخلاف ما بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحكومة كذلك، وكان حتى هناك تظاهرات في محيط البرلمان في وقت بيتم التصويت فيه على تعديلات الحكومة. رأيك في هذه الأزمة ما هو تحديدا كواحد من اللي خرجوا في هذه التظاهرات؟ والله في هذه الأزمة فما حاجة ساعة ما تليقش بينا في تونس، وأنا حكيت عليها برشا وبرشا تونس حكاوا عليها، أنه الشتم والسب والضرب والمضروب في وسط البرلمان ما يليقش بينا كنواب مجلس الشعب وكأعضاء مجلس الشعب. لازم تقفوا لتونس وتقفوا على المطالب اللي طلبها الشعب التونسي واللي طلبها كل زوالي موجود. لازم يقفوا يد واحدة، لازم يقفوا لتونس، لازم يقفوا معناتها يقفوا من غير العرك والمعروك. احنا الشعب التونسي وقت انتخبهم وحطهم في الكراسي كان حلمه مطالبه انه باش يتكلموا على تونس، انه باش يتكلموا على الشعب التونسي، انه باش تحقق المطالب. فاذا بها نشوفوا في الاوضاع ماشي تدهور اكثر، نشوفوا في عارك ومعروك، نشوفوا في ضرب ومضروب، نشوفوا في دم، نشوفوا في حاجات لا تليق حتى بالصوره التونسيه في جميع انحاء دول العالم. نشوفوا في حاجات ان ياسر كثره معناتها السرقه، وياسر كثرة النهبة، وياسر كثرة معناتها كيف ما نقولوا في التونسي يركبوا على الأحداث. نعم. احنا لا طالبين لا سياسيين او مطالبين او حكومة او حاجة، احنا مطالبين من الحكومة هذه انها تخزر بعين الاعتبار لشعبها، انها تخدم شعبها، انها هي الفكرة ان الملفين متقطعين. فما حاجة اخرى يا أستاذ وديع وبشدة، أنا هرجع لحضرتك ومرة تانية بعتذر لأنه هناك تأخر في الصوت فبضطر أن أنا أقطعك كتير، أعذرني. عايز أسمع لطفي أرجوك على الهاتف، أريد أن أعرف وجهة نظره قبل أن أعود إليك مرة أخرى. لطفي أهلا وسهلا. أهلا مرحبا أستاذ أحمد. أولا الحقيقة أريد أن ألاحظ ملاحظتين. الذين واللذان تدخل من قبلي أحسست أنهما مشبعان ببعد إيديولوجي أو ببعد دعني أقول كلياني، فهما كل يتحدث من خلفية، ضيفك الرئيس والضيف الثاني، ويجعلني أعترف أن مداخلتي ستكون موضوعية إلى حد ما، لأنني قرأت الأحداث قراءة من خارج الدائرة. ماذا تعني خارج الدائرة؟ أنا لا أنتمي، ولكنني لاحظت وعشت أحيانا بعض العناصر المواقع، فلاحظت أن مواقع في تونس الأيام الماضية من اهتزازات ومن تظاهرات ومن عنف أحيانا ومن تخريب أحيانا أخرى وغيرها، هي عملة ذات وجهين. الوجه الأول هي تعبير عن غضب، وألاحظ بدقة هو غضب انفعالي عاطفي وجداني لا خلفية له سوى الرغبة في التمصر والرغبة في الظهور والرغبة في التظاهر. لأنني أعترف أنني لاحظت ما حدث في قرى الساحل، لأنني أقطن قرية من قرى الساحل
لاحظت أن ما حدث في القرى قام به بعض الأطفال أو بعض ما دون 20 سنة، مما يوحي أن هؤلاء كان عمرهم وقت الثورة 10 سنوات، وهم لا يعون ولا يدركون ما حدث، ولم يعيشوا أزمات الأنظمة الكليانية الاستبدادية. ومع ذلك لا ينفي ما وقع أن هناك، وبكل دقة بدقة عبارة، أن هناك من يحرك هؤلاء، أي أن هناك من يدفع بهم. بس يعني أستاذ لطفي، يعني حتى إذا كانوا لم يولدوا وقت ثورة 2011، هم عايشين في البلد وبيروا الأوضاع بشكل مباشر يوما بعد يوم. يعني يمكن أن يكون الأحداث أو الأوضاع الموجودة حولهم، سوء الوضع الاقتصادي، سوء الوضع المعيشي، هو المحرك. لماذا نفترض دائما أن هناك من يحركهم حتى وإن كانوا لم يولدوا أو لم يعاصروا الثورة الأولى؟ لماذا قلت هناك من يحركهم؟ هناك من يحركهم لأن الحكومات المتعاقبة هي إحدى هذه المحركات، فعجز الحكومات عن تلبية وتوفير نداءات الثورة، القبض، الحرية، الكرامة، الشغل، الرفاه الاقتصادي، كل ذلك هو يسهم في إذكاء النعرات والوجدانيات والانفعالات. فالشاب والذي يعيش اليوم وعمره 18 سنة أو 19 سنة هو يرى في بيتهم أخاه الذي أكمل دراسته ولم يتحصل عن شغل. قلت هذا، هناك من يحرك، هناك قوى أيضا أخرى قد تبدو خفية للبعض ولكنها تظهر في أنها لوبيات مال، لوبيات دعني أقول تبحث عن إذكاء أو نعرات أو تبحث عن أزمات لتتمعش. لأننا نعرف يقينا أن ما يسمى بأثرياء الحرب، نعرف يقينا أن هناك أثرياء الأزمات الذين يحتكرون، الذين يستغلون الأزمات ليروجوا منتوجات قد تكون فاسدة. طيب، يعني الذين يحركون. طيب، الفكرة واضحة يا لطفي. أنا أشكرك شكرا جزيلا. سيد وديع، أعود إليك مرة أخرى، وأنت ربما تجربتك في ثورة الياسمين على وجه التحديد كانت تجربة خاصة، لا أبالغ إذا كنت قد تحولت لواحد من الرموز. ونذكر جيدا قفص الحمام أو قفص العصافير، حتى حظيت أنت نفسك بهذا اللقب وقتها في محاولة للإفلات من الشرطة وقت التظاهرات. إذا قارنا ما بين التظاهرتين أو الثورتين أو الثورة والتظاهرات الآن أيا كان المسمى، ما هو تصنيفك لما يدور الآن تعتقد، وما هو سقف التوقعات؟ مرت 10 سنوات من البداية إلى الآن. 10 سنوات، يوم 14 جانفي، يوم أنا فتحت القفص وأخرجت منه الحمام البيضاء، مثل ما قال الرئيس قيس سعيد، لن يعود العصفور إلى القفص ولو به الفتات، ولن يعود، لأن تونس الحمد لله تمام بعد 14 جانفي. كل الشعب فاق، وكل معناتها كل التونسيين فاقوا لوضع البلاد، وكل التونسيين اخذوا حريه تعبير، علشان لو كان فما حاجه معناتها ينجموا يعبروا. 14 جانفي كانت التعبئه الكبيره، وكانت اللحمه، وكانت اليد الواحده، وما كانتش في احزاب. أما مسيرات اللي قاعدة تصير من بعد 10 سنوات، خاصة في ذكر 14 جانفي، كانت كلها أحزاب، وما كانتش فما الطعم متاع اللي كان موجود نهار 14 جانفي. أما الحمد لله أنه الأيامات الظلمة اللي فاتوا، حتى اللي خرجوا معناتها في وضح النهار مش في الليل، اللي خرجوا في وضح النهار كانوا شباب وكانوا بدون أحزاب، ومطالبهم كمطالب كل شعب تونس وكل مستحقات شعب تونس. بس صح، ما كانتش في كثافة زي ما كان في 14 جانفي. ماذا تتوقع يا أستاذ وديع؟ يعني ما الذي تنتظره في هذه الموجة من التظاهرات؟ هل تتوقع شيء؟ والله أتوقع إن شاء الله، إن شاء الله، معناتها أنا أقول إن شاء الله إن شاء الله، أتوقع الخير ولا أتوقع معناتها الشر البلادي، خاصة
هو ما فماش حد من الشعب التونسي ما يحبش يعيش في بلاده متهني متفرهد، ما يحبش يرى بلاده في حلة مزيانة، ما يحبش يرى بلاده في نظرة العالم كل تبقى تونس هي تونس وأحلى بكتير. معناتها تونس رأى أنه الشعب بالحق أنه يحب يعيش لبلاده، ويحب معناتها يعطي الصورة الباهية لبلاده، ويحب يخدم ويحب يكون بلاده. ما فما حتى تونسي ما يرضى انه الاوضاع كما هكا، فما حتى تونسي يحب يحط راسه على المخدة باش يرقد، انه مش مرتاح لا نفسانيا لا معنويا لا حتى شيء، يبقى يستنى كل يوم غدوة باش يصير. احنا معناتها نستناو في الحكومه هذه انها باش تتحرك في اسرع الاوقات، خاصه الفتره هذه، وانها تخزر المطالب الشعب وانها تنفذ مطالب الشعب اللي قاعد يطلب فيها، سواء اللي طلبناها من 14 جانفي حتى للتو 2021، سواء انه في الشعارات اللي هتفناهم، سواء انه في الشعارات اللي هزيناهم، سواء انهم يخزرونا. وخاصة عندنا أمل في رئيس الدولة قيس سعيد بعد الانتخابات النزيهة والشعب اللي اختاره، مع الشعب التونسي، وبعد الأعمال اللي يقوم بها، وأنه متقرب ياسر من الشباب التونسي، وأنه متقرب ياسر من الشعب التونسي. عندنا أمل وإن شاء الله يخليوها يخدم، على خاطر بالحق قيس سعيد في نظريتي وكنظرية عديد من الشعب التونسي أنه عديد الأحزاب ماهيش حابة أنه رئيس كيف قيس سعيد أنه يخدم. اما ان شاء الله هو ربي قويه، ان شاء الله يحميه، وان شاء الله يخدم حق، معناتها يخدم الشباب اللي يحبه واللي هو زاد يحبه. طيب انا اشكرك شكرا جزيلا سيد وديع، شرفتنا اليوم. سيد وديع الجلاصي الناشط في المجتمع المدني واحد الذين شاركوا في ثوره الياسمين قبل 10 سنوات في تونس، شكرا جزيلا. أتحول الآن لبعض الآراء التي وردت أونلاين، وفي معرض محاولة توصيف لما يحدث الآن في تونس، وما إذا كان الأمر ثورة أم تصحيح مسار أم هي مجرد انتفاضة بسبب الأوضاع الاقتصادية أم ماذا. هناك اتجاهات كثيرة. عصام مثلا يقول لنا الاحتجاجات في تونس عفوية نتيجة لطغيان الشرطة ولإفراطها في استخدام العنف، لابد من تصاعد الاحتجاجات لإجبار النظام على احترام المحتجين. محمد العباس يقول الربيع العربي انطلق من تونس لكن تغيير شكلي فقط، فما تزال الدولة العميقة تسيطر على المشهد هناك، وبالتالي الاحتجاجات هي رد فعل طبيعي. شعبان يقول لنا ثورة جديدة لتعديل المسار تحولت إلى أعمال شغب. أما إبراهيم فيقول قد يكون ما يحدث في تونس عفويا بعد ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، فآخر نافذة كانت السياحة والتي سدت مع جائحة كورونا. أما نزار فله وجهة نظر ويقول لا تخلطوا الأمور، ما يحدث في تونس ليس احتجاجات ولا تظاهرات بل عمليات تخريب مدفوعة الأجر لجر البلاد لفوضى. يوسف له وجهة نظر ويعقد مقارنة، يقول في أمريكا حدثت أعمال شغب فجيشت الجيوش ومنع الرئيس من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي تحت ذريعة الحفاظ على الأمن، بينما في تونس يدافع البعض عن الفوضى. بعيدا عن الخلاف بشأن تسمية ما يحدث، مضى بعض المشاركين لنقاط أخرى. سهيل مثلا قال ما زال الشارع التونسي كما الشارع العربي في حالة من الغليان نتيجة لممارسات السلطة الحاكمة. من يسمي نفسه بالأطلال يقول تونس على صفيح الإمارات الساخن، لن يتركوها حتى تصبح مثل مصر أو سوريا إذا اقتضى الأمر. مقارنات مرة أخرى. أما خالد فيقول هذا دليل على أن الديمقراطية ليست حلا وأن تغيير الأنظمة ليس حل، ولو تغيير النظام 100 مرة فلن تتغير وضعية الشعوب. أما كريمان فلها وجهة نظر أرسلتها مغردة على تويتر وتقول مظاهرة في تونس طالبت بإسقاط النظام وقالوا ثورة جياع وعادوا في سلام إلى منازلهم، لا مقتولين ولا معتقلين ولا مختفين، يا ليتنا مثل تونس. لا أعلم من أين هي كريمان، لكن مرة أخرى اللجوء لمقارنة في صالح تونس هذه المرة. استمروا في إرسال آرائكم أونلاين، نحن ملزمون بنشرها جميعا. لكن الآن أرحب بمجموعة من المتصلين على الهاتف، أولهم زياد. يا زياد أهلا وسهلا وتفضل اطرح وجهة نظرك. مرحبا وشكرا على الاستضافة. أهلا بك يا عزيزي، أهلا وسهلا. ما هو تقييمك للتظاهرات أو الاحتجاجات الموجودة الآن في الشارع التونسي؟
بالنسبة للاحتجاجات التي موجودة في تونس، سواء في تونس العاصمة أو في أحيائها الشعبية وكذلك في عدد من الجهات، هي سواء كانت احتجاجات في النهار أو في الليل تقريبا لها نفس الجانب السياسي، لأنها أتت كتقييم لتجربة الحكم التي انطلقت بعد الثورة إلى حدود اليوم. هي تعتبر هذه الاحتجاجات تعتبر ما وقع منذ 10 سنوات عبارة على عشرية سوداء، يعني التونسيون عندما خرجوا في 2010 و2011 مطالبين بالحرية وبالكرامة وبالتشغيل وبتونس أخرى جديدة بعيدة عن الحزب الواحد وبعيدة عن كل منطقة الاستبداد، انتظر هذا الشباب وانتظرت هذه الجهات يعني مكاسب تحققها الثورة، مكاسب من خلال الحرية، من خلال الديمقراطية، ومن خلال التنمية في الجهات، ومن خلال خلق مواطن شغل، وكذلك خلق تنمية حقيقية قادرة على يعني أن تصنع زخم جديد لتونس. ما أفهم منك يا زياد أن هذا لم يحدث، وبالتالي خرج التونسيون مرة أخرى. هل الخروج هو الحل؟ ومن تحمل مسؤولية عدم تحقيق هذه المطالب؟ طيب، طبعا الخروج هو الحل، لأن تقريبا المكسب الذي تبقى أو الذي تحصلنا عليه بعد 10 سنوات هو فقط مكسب الحريات، والذي سوف أتحدث عنه فيما بعد، لأننا مهددون بالتراجع عنه، خاصة فيما حصل خلال الأيام السابقة من قمع شديد وإيقافات للمتظاهرين. نحن نحمل المسؤولية في البداية للناس الذين حكموا لمدة 10 سنوات، وعلى وفي مقدمتهم الحزب الذي حكم من 2011 إلى حدود اليوم، وهو حزب النهضة، إضافة إلى حلفائه الذين في كل مرة يخلق حلفاء جدد ويواصل تواجده. نحن نعتبر ما حدث وما قام به هذا الحزب هو تفريغ لكل مخزون تونس ولثروة تونس المتبقية. نحن وصلنا إلى بلد على هوية الإفلاس، وصلنا إلى غالبية التونسيين هم وصلوا إلى شعب مفقر وشعب جائع وشعب مهمش. وصلنا أنه أكثر من 95% من التونسيون، سواء الفئة أو الطبقة الشغيلة أو الأجراء أو الموظفين أو المعطلين، تقريبا في نفس المعاناة. طيب أنا زياد، أنا أدعوك رجاء أن تبقى معي. ما ذكرت نقطة مهمة جدا سأحصل على رد عليها من ضيفي بعد أن أرحب به طبعا عبر الأقمار الصناعية. ينضم إلي من تونس العاصمة الأستاذ فتحي بالقاسم، عضو مجلس النواب وعضو مكتب كتلة حركة النهضة. سيد فتحي، أهلا بحضرتك. ربما نحاول أن نبحث فيما قاله لي زياد بالتفصيل، لكن قبل أن نبدأ في هذه النقطة أريد أن أعرف رأيك بشكل شخصي، رأي حركة النهضة ورأي البرلمان أيضا فيما يدور على الشارع الآن من تظاهرات. شكرا على هذه الاستضافة. بعد طبيعي جدا ما نراه اليوم من احتجاجات التي موجودة تقريبا في الشارع التونسي، احتجاجات ابتدأت بالليل إثر الحجر الصحي، والجميع يعلم أن الوضع الصحي متأزم ليس فقط في تونس ولكن في كل العالم، وحتى الاحتجاجات التي ظهرت في تونس هي أيضا احتجاجات. اليوم نرى في الهند احتجاجات، نرى في أمريكا حول الكونغرس احتجاجات. معنى هذا أن هنالك قاسم مشترك، وهي الأزمة التي خلفتها الكوفيد، ضعفت من هذه الأزمات. وطبيعة الحال هنالك وللأسف بعض المحتجين الذين خرجوا بالليل ليس فقط الاحتجاج، ولكن اعتدوا على ممتلكات الشخصية والعامة، وهذا مرفوض. ومن يريد الاحتجاج عليه أن يحتج بالنهار، وهذا ما قاله رئيس الجمهورية في خطاب واضح عند خروجه إلى بعض أحياء العاصمة. انتهت هذه الاحتجاجات التي كانت بالليل، ثم ظهرت بعض الاحتجاجات والتي نراها ضعيفة مقارنة
بثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، ولكن رغم ضعفها إلا أنها قد يكون لديها مبرراتها الحقيقية باعتبار أن هنالك منجزات اقتصادية وتنموية لا تزال تحت سقف آمال الشباب الذين خرجوا في هذه الثورة المجيدة. ولكن جاحد من ينكر الإنجازات السياسية اليوم الشعب أو الجماهير أو الشباب الذين خرجوا هم بفضل هذا المسار الذي قدمته النخبة السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة حتى تضمن لهذا الشعب كل هذه الفسحة من الحرية حتى يجد هذا الشباب والمثقف وأيضا نواب كانوا في النظام السابق ونواب أيضا هم في الواقع متناقضون أيضا مع مفهوم الثورة وأفكار الثورة إلا أن حركة النهضة ومعها القوى الديمقراطية المؤمنة بالحرية أرادت أن تكون تونس كما كان دستورها جامع لكل هذه الأطياف. فلا خوف على تونس اليوم باعتبار أن جرعة الحرية جرعة متواصلة والأن الأمن أيضا يتعافى. طيب بس هو هناك خوف، اسمح لي أختلف مع حضرتك، هناك خوف من جانب التونسيين أو بعض التونسيين نفسهم على تونس، سواء على الحريات وهذا ربما سنذهب إليه، لكن حتى على الوضع الاقتصادي شديد السوء اللي دفع الكثيرين للخروج إلى الشارع، سواء وصفتهم كما وصفهم وزير الدفاع بأنها عمليات شغب ونهب، أو وصفتها بأنها ضعيفة مثل ما تفضلت وذكرت حضرتك. زياد معي على الهاتف ويحمل حركة النهضة قسط كبير جدا من المسؤولية لأنها ببساطة كانت متصدرة للمشهد في أغلب السنوات الماضية. عادي جدا باعتبار الذي ذكره ضيفك الكريم وحديث المعارضة التي لا تملك في الحقيقة حلول. منذ 2011-2012 كانت لحركة النهضة فازت في انتخابات 2011 من أجل مجلس تأسيسي وليس من قيادة حكومة أو تقديم معجزات اقتصادية، ولكن رغم ذلك أخذت الحكومة بلباجي كانت إلا التنمية ثم ترتقي بها إلى 4.8، وشفنا عديد الأرقام حققت تقريبا 130 ألف موطن شغل، رأينا السياحة كيف ارتفعت مردوديتها، ولكن للأسف هنالك من طعن هذه الثورة في 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 الظهر طعنات عميقة وكبيرة على غرار الإرهاب المنظم الذي قام باغتيال شخصيتين سياسيتين كان الهدف منها إدخال هذا البلاد في شك من الفوضى. ولكن حركة النهضة وأنتم تدركون الحوار الوطني الذي اختارت فيه النهضة أن تذهب إليه وتراجعت أو خرجت على السلطة مقابل أن تقدم دستور جديد لهذا البلد، دستور صوت عليه أكثر من 200 نائب وهو دستور جامع يسمع كل الأطياف الفكرية بمختلف مشاربها ومراجعها الوطنية. وقد كان هذا الدستور وإحنا بالأمس احتفلنا بذكرى تأسيس هذا الدستور كل هذه المناخات. طيب الدستور والمشهد السياسي يا أستاذ فتحي كما ذكرت سأتحدث فيه، لكن نحن نتحدث على الشق الاقتصادي الآن. واضح أن زياد يرصد قسط كبير نعلمه جميعا من أوضاع اقتصادية شديدة السوء لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تحسينه، وإلى الآن الحكومات الموجودة ما زال يتم التصويت في محاولة لمنحها الثقة، في حين أن الرئيس نفسه يشكك في نزاهة بعض أعضائها. نعم، إذا كان نتحدث عن المنجز الاقتصادي ممكن ندخل في هذا الموضوع بشكل كبير، ولكن هذا الاختلال أو عدم وجود استقرار حكومي، وأنا كما أشرت أن النهضة كانت في صدارة، نعم، ولكن النهضة شاركت في بعض الحكومات بوزير أول وكان لديها برامج، وفي 2014 الشعب التونسي لم يختار حركة النهضة ولكن اختار حزب آخر كان يسوق على أن تونس يجعل منها سويسرا ثانية وأن لديه برامج اقتصادية ومنقذة، ولكن للأسف الشعب لم يختار حركة النهضة اختار حزب آخر أو حزب نداء تونس، واضطرت النهضة المصلحة الوطنية أن تدخل هذه الحكومة بوزير واحد، وانتقلنا من 2014 إلى حكومة سيد الأول الثانية ثم حكومة الشاهد، والنهضة تقريبا لم تكن موجودة أو ممثل رئيسي في هذه الحكومات. فمن المعيب ومن عدم العدل عندما نحمل النهضة المسألة الاقتصادية. أيضا تونس لم تكن جنة اقتصادية، المسائل البطالة، مسألة الفقر،
ومسألة الآلية 16 والمناولة كلها ورثتها الثورة بكل ما فيها، ورثتها من النظام القديم، ولكن مطالب الشباب كانت مطالب عالية وهذا لهم حق في ذلك، ولكن الدولة أنفقت الكثير، هنالك إنجازات من التنمية، هنالك طرقات، هنالك أيضا مسائل تنموية تحققت لا يمكن طيب أن ينكرها أي عاقل. يعني ربما ولكن المسألة من الأولى أن نسمع أيضا من بعض المواطنين أستاذ فتحي من الأولى أن نسمع من بعض المواطنين عن رأيهم في هذه الإنجازات، وهل يشعرون بها فعلا أم لا، وأعود بعد ذلك مع حضرتك حتى للشق السياسي. أولا زياد، بما هو كان معنا قبل حديثي مع حضرتك ورأيه فيما ذكرته، يا زياد تفضل. مرحبا، أنا أريد أن أبدأ بكلمة ختم بها ضيفك أنه يتحدث على النظام القديم. أقول له أنتم كذلك أصبحتم من النظام القديم لأنكم في الحكم لمدة 10 سنوات، وما هو إلا الخروج في هذه الفترة بعد 10 سنوات هو عبارة على حالة تقييمية لما قمتم به، ولما قمتم به من نحن نعتبر في جزء كبير من هذه الاحتجاجات أن ما وقع بعد الثورة يعتبر عبارة على عشرية سوداء في مستوى الاقتصاد وفي مستوى الاجتماع وفي مستوى تجويع الشعب. يعني هو تحدث ضيفك، أنا أعتبر أنه يتحدث عن بلد آخر وليس عن تونس، يتحدث عن مكاسب ويتحدث لا توجد لا مكاسب لا اقتصادية ولا اجتماعية ولا حتى سياسية، ما بعض النظر الضعيف هم في كافة فترتهم نجد الاغتيالات السياسية وهم يتحملوا في جزء كبير منها هذا الجزء، نجد حالة فوضى كبيرة، نجد يعني فقر انتشر في كافة الجهات، هم غير قادرون في حين أنهم حموا بشكل أو بآخر كل المنظومة الفاسدة وتحالفوا معها، تحالفوا مع النظام القديم من جهة، وكذلك قاموا بحماية كل لوبيات الفساد. الشباب الذي خرج خلال هذه الأيام يعتبر أن هذه الدولة أصبحت لا تمثله، طيب. لأنها دولة أقلية من رؤساء من رجال الأموال الفاسدين ومن الأحزاب. زياد، الفكرة واضحة، وخليني أسمع رأي وجدي بيتحدث من الجزرين على وجه التحديد حيث خرجت بعض هذه التظاهرات فعلا. وجدي أهلا وسهلا، لا أعلم إلى أي وجهتي النظر تنتمي، إذا كنت استمعت لرأي زياد هل توافقه فيما ذكره؟ أهلا وسهلا بك أخي محمد وبكل مشاهدي قناة البي بي سي عربي، خاصة برنامج نقطة الحوار. أولا بدأ أريد أن أؤكد أن وجدي خضراوي ناشط مستقل كي لا يحرف كلامي بعد قليل وأصبح يعني أتبع لشق لذلك أتكلم. أريد أن أساند الأخ زياد في قوله، وأريد أن أناقش ضيفك الكريم وأقول له الآن أصبحتم جاحدين أنتم والمعارضة، نعم الاثنين جاحدين، لأن هذا الشعب الكريم هو من جعلكم الآن في المنابر، وهو من جعلكم تخلطون الدستور على مقاسكم، وهو من جعلكم الآن تتبجحون بأنه من حق الشعب أن يتظاهر ومن حقكم أن تقمعوه. أخي الكريم، أنتم وجهتم الحوار أو الاحتجاجات من صراع بين المواطن والسلطة الحاكمة التي فقرته إلى صراع بين المواطن والأمن. الصراع ليس مع الأمن، وأعوان الأمن أناس يقومون بعملهم، نختلف في كيفية أدائهم لعملهم لكن يبقى هذا جزء من عملهم، أما أنتم لا تقومون بعملكم. الأحزاب التي هي الآن شريكة في الحكم والمعارضة، الاثنان يتصارعون صراعات واهية، صراعات لمصالحهم الشخصية ومصالحهم الحزبية، يتصارعون لأجل من يبسط نفوذه في مربعات الحكم في تونس أكثر من الآخر، يتصارعون لأجل فرض هيمنتهم وتحضير الأرضية لجيل آخر من أحزابهم كي يحكم البلاد. يتصارعون لأجل مصلحة الشعب المفقر، لا يتصارعون لأجل مصلحة الولايات المهمشة، مثلا ولاية القصرين أخي الكريم من 2010 إلى الآن هي ليست عشرية سوداء فقط، هي عشرية حرب، هي عشرية فقر، هي عشرية تجويع، هي عشرية يعني عقاب لما قمنا به في الثورة. يعني العقاب يأتينا من الأحزاب الحاكمة الآن التي جاءت ما بعد الثورة والتي كانت تحكم ما قبل الثورة. طيب بس ما الحل يعني يا وجدي، أو ما رؤيتك للخروج من هذه المعضلة؟ هل الحل دائما يجب أن يكون الخروج للشارع في تظاهرات؟ لأن أحد المتصلين قال لي منذ قليل
من الأولى أن نهدأ، من الأولى أن يركز التونسيون كل على عمله ببساطة وترك الفرصة للحكومة الحالية ونحاسبها بعد فترة حكمها. تركنا الأخي الكريم، تركنا الفرصة منذ 10 سنوات لعديد الحكومات وعديد الوجوه، وأصبحت الفرصة يعني يتركها الشعب المفقر المهمش، الشعب الذي يعاني، الشعب الذي لا زال إلى الآن في ولاية القاسرين بالتحديد وعديد الولايات في تونس لا زالت إلى الآن هناك مناطق دون ماء صالح للشراب ومناطق دون كهرباء، وأناس يموتون من البرد، وأناس يعني معتصمين الآن اعتصام الدولاب في القاسرين، اعتصام الحظائر الذين يريدون تشويه وضعيتهم أكثر من 45 سنة، الشهداء وضعيت الجرح إلى متى؟ يعني لماذا هم لا يقولون بأنه يجب ترك المجال للشعب يعني كي يدافع عن حقه الامتيازات التي يتصارعون عنها؟ بس هو دول نواب الشعب اللي جاء بهم الشعب، وبالتالي أخطأ الشعب مرة، هل نقتله لأنه أخطأ وجعل هؤلاء في المجلس لا يتحدثون عن تخريب المواطن ولا يتحدثون عن تخريب المجلس؟ طيب لأنهم هم السبب في أنا يا أستاذ وجدي، أنا أرجوك ابقى معي لأني أريد أن أسمع تعقيب من الأستاذ فتحي على كل ما ذكرته على الأقل. أستاذ فتحي تفضل. تعقيب على كل ما ذكر، معناها هو في الحقيقة معناتها هذه النظرة المتشائمة جدا. أنا أريد أن أذكر الأخ زياد والأخ المتدخل نسيت الاسم من جهة القاسرين المناضلة والكثير مزقة هناك، لابد أن نفهم أن مثال ما هنالك العديد ملفات آلية 16 التي تركها بن علي سوية، آلية 20، آلية 25 وغيرها، كل هذه والحظائر والمناولة والعائلات المعزوة والمعوزة التي تضاعف أعدادها، الأساتذة، المعوضون، النواب، المعلمون، كل هذا احتملته الدولة إلى أن هذه الدولة لم تعد قادرة باعتبار لم يقابل هذا إنتاجا. نسى زياد والأخ من القاسرين، نسوا أن هنالك أكثر من 25,000 إضراب، هنالك إضرابات عامة بالبلاد، هنالك مطلبية مشطة، الأجور، كتلة الأجور من الذي رفعها؟ هل هم الأحزاب الحاكمة أم المطلبية للمنظمات التي للأسف لم تتحاور ولكن دافعت بجدية فعلا لمنظورها، ومنظورها هم أيضا جزء من هذا الشعب، ولكن كانت الدولة تتعامل على أساس أن يقابل هذا إنتاج. من عطل فوسفات قفصة؟ من عطل 104 مؤسسة وهي مدمرة مفلسة؟ من عطل هذا؟ هل هي الأحزاب التي أتت بعد الثورة؟ الأستاذ يتحدث أن هذه العشرية صرنا من الأحزاب القديمة، حزب الديمقراطي في أمريكا فاز وهو حزب عريق له من القرون وموجود على في الديمقراطية الأمريكية، الحزب الجمهوري بأمريكا أيضا حزب عريق، هم حزبان يتنافسان دائما. إذن أعمار الأحزاب لا تقاس بالسنة أو بالعشرية، بس هو المشكلة ليس أستاذ فتحي، المشكلة ليست في عمر الحزب أو مدى السنوات التي قضيتموها، لكن المشكلة في الأداء أيضا. أنا أفهم وجهة نظر المتصلين أنهم يتحدثوا أن السنوات التي أنبطها حركة النهضة أو الأحزاب المتعاقبة والمتحالفة معها كانت، أحدهم قال أنها سنوات سوداء ببساطة، يعني لم يكن هناك أي إنجازات، الوضع الاقتصادي ازداد سوءا بالنسبة لهم، وإلى الآن من البرلمان حيث تتحدث إلي حضرتك كثيرون يروا أن كل ما حدث بالأمس كان مجرد مسرحية ببساطة، أحزاب سياسية تتنافس على صلاحيات سياسية والمواطن آخر الأولويات. المشكلة الحقيقية حسب تقديري هي هذه الانتخابات والقانون الانتخابي، هذا القانون الإقصائي الذي وضع منذ المجلس التأسيسي لإقصاء حزب حركة النهضة في التأسيسي من الدستور، وبقي هذا القانون لم نستطع أو لم نجد حوله توافق حول عملية إعادة هذا النظام الانتخابي، هذا أيضا مشكلة كبيرة. لو تغير هذا المشروع القانون الانتخابي لرأينا حزب وحزبين يحكمون وبالتالي يمكن تحميلهم السلطة. الآن كل حكومة تجد فيها 10 أو 8 أحزاب من تحاسب، هذا بفضل على الإدارة. هذا أيضا لو ترون من الذين تقدموا هم مستقلون، هم الذين تقدموا رؤساء لحكومات، هذه أيضا إشكاليات عانى منها هذا
هذا الشعب، ثم أننا لم نجد دولة قوية، جدنا الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس. كما قلت لم يرافق عملية الثورة هنالك ثورة في الإنتاج، لم توجد أصلا ثورة في الإنتاج، هنالك عملية تدمير ممنهجة لميكانيزمات الإنتاج داخل هذا البلاد. هذا هو الإشكال، إما أن تدخل في صراع مع عملية الإنتاج، إما أن تصلح. نحن في كم مرة إقليميا ووطنيا شعرنا بالخطر على هذه التجربة، أردنا أن نؤمن تونس، أن نذهب بها إلى انتخابات 2014 ونجحنا في ذلك، أن نؤمن عملية الانتقال والحكم المحلي اللي هو مشروع دستوري متميز في انتخابات 2018، أردنا أن نؤمن عملية انتخابات 2019. إذن المسألة مسألة تأمين مسار بأكمله مستهدف من الداخل والخارج، هذا الذي لا يراه الشباب ولو حق في ذلك. الشباب يريد أن يشتغل كذا في القصرين مثلا، ولك العديد من المعامل الأصلية أنها تشتغل، المستثمرون أكثر من 5000 مؤسسة أغلقت أبوابها وهاجرت هذا البلاد، من المتسبب في هذا؟ هذه هي الأسئلة العميقة، ولكن الذي يطرحه هذا الشباب، نحن في حاجة إلى حوار، أنا في حاجة إلى أن أتحاور مثل هذا الشباب حتى نجلس ونخرج بمخرجات حقيقية. أنا أدعو الأحزاب وفي مقدمة حركة النهضة أن تتحاور أكثر مع الشباب، تكون قريبة، نعم، وأن فعلا تضغط من أجل وضع هذه الحلول التي يطرحها هذا الشباب. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ صبحي على التواجد معنا اليوم، للأسف مضطر لمقاطعة، الوقت انتهى تقريبا، لكن شرفنا بك. السيد فتحي بالقاسم عضو مجلس النواب وعضو مكتب حركة النهضة من تونس، شكرا جزيلا. الحديث سيتواصل مباشرة بالمناسبة عبر خطوط الهاتف معي أنا محمد عبد الحميد على راديو BBC بعد قليل.